مرحبا بكم. ماذا يتبادر إلى ذهنك عندما نذكر الزواج؟ أيا ما كان نقترح عليك أن تنسى كل تلك الأشياء التي تتبادر إلى ذهنك قبل الانتقال إلى الفيديو الخاص بنا، لأن الزيجات الثمانية الغريبة التي سنتحدث عنها تختلف تماما عما تعرفه. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب واشترك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. فلنبدأ. أولاً، أريكا أندرسون. واجهت امرأة تدعى أريكا أندرسون في 37 من عمرها هجوماً من المجتمع بشأن زواجها، لذا قررت الزواج من نفسها. أقامت حفلاً صغيراً بالمكسيك بصحبة عائلتها وأصدقائها، واستمر هذا الزواج عامين. ثانياً، فالديميرا رودريغز. تنتظر بعض النساء لتحقق أحلامهم بخصوص الزواج، قد يستمر انتظارهم لسنوات طوال، تماماً كما حدث مع فالديميرا رودريغز. انتظرت تلك المرأة 106 عام لتتزوج من رجل يصغرها بـ40 عام. تزوجا في حفل صغير بالبرازيل ليثبتا للعالم أن الحب ليس بالعمر. ثالثاً، الزواج بثعبان. امرأة هندية لم تتزوج بنفسها أو بحب عمرها بعد سنوات طوال، لكن تلك المرأة تزوجت بثعبان. وفقاً لمصادر هندية، أقامت تلك المرأة عقد قران حسب العادات لتتزوج من ثعبان أحبته، وقد حضر ذلك الحفل 2000 شخص معتقدين أن ذلك سيجلب لهم الحظ الجيد. وبالطبع لم يتم عقد القران بوجود الثعبان الحقيقي، وإنما تم إنهاء المراسم بتمثال خاص بها. رابعاً، تشارلز تومبي. إن كانت القصص السابقة غير كافية لصدمتك، فتابع معنى تلك القصة. تم إمساك رجل يدعى تشارلز تومبي مع ماعز وأجبر على الزواج بها. إن كنت تعيش في السودان، فانتبه جيداً للشخص الذي تقيم علاقة معه، فهناك قانون ينص على أنه إن تم الإمساك برجل مع امرأة فهو مجبر على الزواج منها، وتلك المرة تم الإمساك به منفرداً مع ماعز. خامساً، نيني إنجاسكي. انتشرت ألعاب الفيديو في السنوات الأخيرة، وتزامن ذلك مع كثرة المتعلقين بتلك الألعاب، حتى أنهم بدأوا يتخيلون كما لو كانت شخصيات تلك الألعاب شخصيات حقيقية. وأكبر مثال لهذا الأمر هو رجل ياباني يقع في حب شخصية نيني إنجاسكي، إحدى بطلات لعبة رومانسية، وذلك بعد فترة طويلة من قضاء الوقت في تلك اللعبة، ثم قرر الزواج بها وتزوج بها عام 2009، ويعبر عن سعادته بذلك الأمر. سادساً، إريكا وبرج إيفل. هذا الزواج هو الأكثر غرابة ودهشة. أصبح برج إيفل الذي في عاصمة فرنسا متزوج الآن. وقعت امرأة تدعى إريكا في حب برج إيفل فور رؤيته، وقررت الزواج به، حتى أنها غيرت اسمها ليبدو الأمر رسمياً، ليصبح اسمها الجديد هو إريكا لاتور إيفل. سابعاً، إيمي وولف. تزوج شاب يدعى إيمي وولف من لعبة رولر كوستر. نعم، ما سمعته صحيح. يعيش إيمي وولف في مدينة نيويورك بعدما ركب لعبة رولر كوستر أكثر من 3000 مرة، ووقع بحبها وتزوجها، كما تم فصل تلك اللعبة عن بقية الألعاب وتخصيصها له. ألفي باتن شانتل ستاندمان. أصبح تلميذ بريطاني في 13 من عمره أصغر أب في بريطانيا، بعد أن ترك صديقته شانتيل ستاندمان الذي لا يتعدى عمرها 15 عاماً وهي حامل. قرر الاثنين الاحتفاظ بالمولود حتى أنجبت، وأقر ألفي باتين أنه لم يفكر بعد كيف سيعيل هو وصديقته شانتيل ستاندمان الطفلة التي أسمياها ميسي روكسان، فإنه حتى لا يملك النقود لذلك، ولكن والداه أحياناً يعطياه بعض النقود. حسناً، أياً من تلك الأزواج أصابكم بالدهشة حقاً؟ يمكنكم كتابة آرائكم بقسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. Thank you.